قصة من واقعنا، أقول هذا قصص قديمة، أقول لك قصص من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. ومن هذه القصص ما وقعها، ما عايشتها بنفسي ورأيتها بنفسي عندما أغسل الأموات أو أشارك في تغسيل الأموات، أرى العجب، العجاب العاجب، أو ألحد ناس في القبر. من هذه القصة رجل كبير في السن، تقريبا عدى كان 55 سنة أو 50 سنة. في يوم من الأيام طلع النخلة، طلع نخلة أظن وقت الرطب، طلع نخلة وما حد عنده. فتخيلوا مع المشهد، فقد الوعي أو أنه مات فوق النخلة. هذا الإنسان كان نحسبه، والله حسبه صالحا، أدى مناسك الحاج ويحافظ على صلواته، وكان يصلح بين الناس وكان محبوب بين الناس، فمات الله أعلم فوق النخلة، ولكنه لم يسقط من فوق النخلة، بل ثبته الله سبحانه وتعالى فوق النخلة، رأسه تحت ورجلاه إلى الأعلى. هذا المشهد رأيته بعيني. فالنخلة هذه ضعيفة، كيف ننزل ذلك الإنسان من فوق النخلة؟ فكانت هناك شركة تعمل، فعندهم رافعة، فأتوا بهذه الرافعة وأنزلوا ذلك الإنسان. وسبحان الله، تجمع الناس بسرعة رهيبة يبكون عندما أتوا به للتغسيل، والله إني رأيت ذلك النور يشع من وجهه، كنت معهم في الغسل في التغسيل، رأيت ذلك النور غير طبيعي يشع من ذلك الإنسان.